متجوزة بقالي 7 شهور، بس حاسة ان في حاجة ناقصاني مع جوزي. بس انا بحس ان احنا متجوزين من زمان. يا راجل انا مصدقت انك رجعت. انا مبرتاحش الكريم ده. انت بقى تعرفي كريم من زمان؟ كل الرجالة بقت كتاب مفتوح خالص. ده انت خبرة. شركة ار ان جي كلموني وقالوا لي ان هم عايزين يقابلوني يوم الحد. مين الماركتنج مانجر هنا اصلا؟ كريم ازيك؟ ايه المفاجأة دي؟ تعمل ايه هنا؟ البي ما قالكمش ان انتوا هتشتغلوا في الشركة مع بعض؟ فعلا؟ بصراحة كده حس ان انا وجودي هنا مش على مزاجي. انا بقول بقى انا مخلف. مش عارف، خليني افكر في الموضوع ده. بجد مبسوط وانت شغال معانا؟ انا مش بحس ان انتي مديرتي خالص بجد. بقيت بابا مبسوط قوي كل يوم الصبح وانا جاي الشغل. وانا كمان متحمسه قوي وانا جاي الشركه. طب ده معناه ايه؟ هات لي فوطه من عندك يا كريم. كريم؟ كريم مين يا حبيبتي؟ وانا قلت كريم؟ يخرب بيته واكل لي دماغي من الصبح. لا واضح ان هو لسه واكل دماغك لحد دلوقتي. امسكي. والله يا استاذ شريف انا مش عارف اعمل معاك ايه بصراحه. لا انا مقدم لك لحد دلوقتي 4 تصورات مفيش حاجه عاجباك، فمش عارف اعمل ايه. لا ما اقصدش ان انا مبقاش عندي يعني. طيب ماشي، اديني لحد بكره بالليل زي دلوقتي كده وهرجع لك بتصور. ماشي ماشي، مع السلامه. بعدين بقى في من المجنونه ده. يا كيمو عامل ايه يا حبيبي؟ انت في البيت؟ طب اقول لك ايه، هتجيلي اجيلك. عايزك. لا 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 حوار شغل. طيب يا حبيبي مستنيك. ماشي متتاخرش، مع السلامه. ايه زيد؟ يعني انا جاي اقعد في الليفنج براحتي، جايب لي كريم؟ هو مقرر عليا صبح وليل. معلش يا حبيبتي عايزه في حوار شغل والله. على فكره انا مديرته، خد بالك من الموضوع ده. لا ما انا واخد بالي، بس انت عارفه كويس قوي ان وضع كريم ده وضع مؤقت، وان مش ده مكانه الطبيعي. كريم اقوى مني ومنك. ماشي، بس على الاقل ابقى اخد رايي. ايه ده جه بسرعه قوي. حبيبتي ساكن في العماره اللي جنبنا عادي يعني. طب انا هسيبكم بقى تقعدوا براحتكم، هخش جوه. ماشي جاي اهو. انا ابتديت احس احساس غريب وعايزه اشارككم اللي انا حاسه. فاكر لما انت كنت عايز تظبط البيت وعايز تخش؟ يا عم ما تفكرنيش ما تفكرنيش. فاكر لما هو دخل عليك؟ يا نهار اسود على اليوم ده، يا نهار اسود. ده كان يوم ده. قول للبيل اللي عندك انه لو اتاخر بكره في الشغل هزعله، ما يرجعش بقى يقول اصل انا صاحب زياد، انا ما عنديش هزار في الشغل. يا بوس جوزك حبسني ومش راضي يروحني وبيشربني حشيش كمان. لو انت غلبان قوي انت الضحيه مش كده؟ بقولك ايه، لو سمحت وطوا صوتكم عشان عايزه انام. اللي انا حاساه ده مخوفني. حاسه اني ابتديت اتعلق براجل غير جوزي، وانا ما اقبلش بكده. لازم اوقف الاحساس ده. صح؟ أنا بسأل مين؟ طبعاً ده غلط ولازم أوقف الكلام ده. صباح الخير. صباح النور. حضرتك متاخره باين؟ لا انت اللي جاي بدري. في حاجه معينه عايز تثبتها عشان كده جاي بدري؟ انا مش محتاجه اثبت حاجه، انا شاطر وملتزم بطبعي.
شاطر وملتزم. اوكي طيب يا شاطر تعالي لي على المكتب كمان نص ساعه عشان عايزك. طب وليه كمان نص ساعه؟ طب ما انا ممكن اجي دلوقتي، انا خلاص يعني شغل خلصت. تحمس الاوبر دي يا شاطر دي بقى. استني كده. ها يا شاطر دي. رمضان لو سمحت هات لي النسكافيه بتاعي. تشرب حاجة؟ ممكن قهوة مظبوط. وواحد قهوة مظبوط لأستاذ كريم. اه هو عندي في المكتب. شكرا. طب ايه؟ يلا نبدأ؟ لا 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 استنى عليا لما فوق اشرب النسكافيه بتاعي. انا قلت لك استنى نص ساعة انت اللي اصريت تيجي. انت من الناس بقى اللي لازم تشرب قهوتها على الصبح عشان تعرف تتعامل مع البشر؟ اه انا كده جدا. وبتقعدي بقى ايه تصوري النسكافيه بتاعك بالفوم صح؟ حطي على الانستجرام وانا عارف انا وتحطي الايموجي سانشاين وتقولي جود مورنينج. لا طبعا انا مش بعمل حركات. لا 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 بتعملي كده. هو اصلا نسكافيه مر وعايزه تبين للناس ان الحياه جميله صح؟ ايه الغلسه دي؟ يعني بصراحه ممكن اعمل كده يعني مره او مرتين بالكثير. اه ماشي انا هرشك. انا هرشك مش فارقه معايا على فكره. اخبارنا ده ايه صحيح؟ ندى مين؟ اه ندى قشطه. الحياه لطيفه. هي ظريفه على فكره. اه ظريفه جدا بس عارفه كده داخله جد قوي يعني. عارفه الناس اللي عايزه تتجوز وخلاص؟ اه عارفاهم. ما انا اتجوزت كده. اوه سوري مش قصدي. لا لا ما تفهمش غلط انا طبعا بحب زياد. بس انت اصلا عارف احنا اتجوزنا ازاي؟ لا بصراحه هو عمره ما قال. صاحبك ده اصله غريب قوي. فضلنا قاعدين في وش بعض في الشركه سنتين كل يوم نشوف بعض بس مفيش اي حاجه بينا ولا قال لي اي حاجه ولا قال لي بيحبني مفيش اي حاجه من الكلام ده. وبعدين فجاه لقيته داخل عليا وبيقول لي انا عايزه اتجوزك. انا ساعتها كمان كنت عايزه اتجوز ولقيته راجل محترم وكويس فقلت ليه لا فوافقت في نفس القعده. ده بجد؟ مفيش بقى حب بقى وشحتفه واو ولا سسبنس ولا اي حاجه خالص؟ لا طبعا في سسبنس بس السسبنس بقى كان بعد الجواز لان احنا بقى كنا كل واحد عايز يشوف اللي اتجوزه ده هيطلع ايه. واو انا عمري ممكن اعمل كده مستحيل. يعني انا لازم على الاقل ابقى عارف الشخص اللي قدامي كويس واكون بحبها ونقعد مع بعض فتره وبعد كده افكر في الجواز. عندك حق بس برضه هما بيقولوا ان الحب بيجي بعد الجواز. ده اكيد اكيد يعني انا ستي وجدي اتجوزوا كده وبيحبوا بعض دلوقتي يعني بقالهم سنين. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ حلوه قوي برافو عليك. اصلا من اول الشتاء وانا نفسي جدا في شوربه عدس. اي خدمه. بقول لك يا كريم كان كلمني من شويه لو حابين نروح السينما وهيجيب اسمها ايه صاحبته دي؟ ندى؟ اه بالظبط كده. مش قادره خالص. اصلا رحت المكتب النهارده ساعتين وكل الميتنجز كانت بره. بلاش انا النهارده. طب هقول لك على حاجه، احنا ممكن نكلمهم وهم يجوا ونتفرج على فيلم سوا ونجيب عشاء وكده. لا لا فكك بقى يا حبيبتي عشان انا قلت لهم بس اوكي على السينما. هو انت ليه زياد بتاخد قرارات في كل حاجه من غير ما تسالني؟ يعني افرض انا ماليش مزاج مثلا. لا والله مش قصدي خالص بس انا عارف انت بتحب السينما فعشان كده قلت له اوكي. ايوه مش معنى ان انا بحب خروجه السينما ان انا عندي استعداد اروحها كل يوم. هو ايه القفش اللي ملوش لازمه ده؟ مش قفش ولا حاجه. انا ما بحبش طريقه فرض الحاجات عليا كده. يعني انا مطلوب مني دلوقتي اخش البس وانزل من غير ما يكون ليا اي راي في الموضوع. على العموم خليهم يجوا. اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك يا كريم؟ امال فين ندى؟ متخلفه غيرت رايها في اخر لحظه. طب اتفضل ادخل. امال فين زياد؟ بيصلي العشاء. ده بجد؟ ده اللي يجيب له معايا بيره. هو زياد كده كل حاجه وعكسها. طب احكي لي عملت ايه في الميتنج بتاع النهارده؟ قصص طويله قوي احكي لك عليها بكره ان شاء الله. يا كيمو زيزو عامل ايه؟ وحشني.
وانت كمان حبيبي. خش اقعد. خش خش خش. حرما يا شيخنا. جمعا. بصلي يا ابني ولا لا؟ يعني انت خطيف كده يعني، بس ان شاء الله هظبط هظبط. يا ابني الصلاه دي اهم حاجه. انت بتصلي وبعد تجيب بيره؟ والله مش احسن من اللي ما بيصليش خالص. طيب بما انها بقى قعده رجاله كده هخش انام انا. صباح الخير. انت نقله يا حبيبتي. شكلك احرجتها يا معلم. مش قايل الكلام في البيره؟ رخامه برخامه بقى. سيبك منها، تعالى على بلاي ستيشن. ماشي يا عم الغد. معاك فتاحه ولا هتقعد تفتحهم ببقك بقى والجو القديم ده؟ ببقي. يلا. انا لسه قدامي شويه على فكره. على ايه؟ مش هتيجي معايا ولا ايه؟ انا طلبت اوبر. اشمعنى؟ عشان مش عايزه اتضايق ولا اعصب نفسي على الصبح. انت قلبه وشك من امبارح ليه؟ عشان عيب قوي تتكلم في حاجات خاصه قدام صاحبك. ليه تقول قدامه ان انا ما بصليش؟ طب ايه المشكله؟ طب ما انت اتريقت عليا انا كمان واتكلمت على البيره. ايوه بس هو صاحبك يعني عارف ان انت بتشرب بيره، لكن هو ماله هو يعرف انا بصلي ولا ما بصليش؟ انت مش شايفه ان انت مكبره الموضوع؟ لا هو الموضوع كبير وكويس قوي ان انا ما ردتش عليك قدامه. عيب اول لما اكون بكلمك وتمشي وتسيبيني. تمام قوي. صباح الفل. صباح الخير. ها نمتي كويس؟ اه عادي نمت يعني. دي كويسه؟ في ايه يا كريم؟ انت شايفني مالي؟ مش عارف يعني، حاسك متضايقه. من فضلك يا كريم انا ببعت ايميل مهم، في حاجه مستعجله؟ لا ابدا، انا بس جيت اصبح عليكي. بعد اذنك. اتفضل. يا ندى. يا ندى مش كل مره في حوار جديد. ايه ندى؟ انا واضح وصريح من الاول، من اول يوم. طيب ماشي اوكي فهميني. لا فهميني. مشغول؟ لا ثانية. طيب بصي هرجع اكلمك تاني بس عشان اتشغلت دلوقتي. ماشي باي. دي ندى؟ لا دي ماما. اوكي انا جاي اقول لك سوري، انا حاسه ان انا كان دمي تقيل الصبح بصراحه. انا اتخضيت، انا فكرت اصلا ان انا امشي من الشركه كلها. ايه شغل العيال ده بجد؟ فكرت تمشي؟ اه والله اهي استقالتي ابتديت اكتبها. لا بجد كرامتي وجعتني قوي، بس انا كرامتي عندي اهم من اي حاجه. هتطلع كده برج الاسد. اشمعنى؟ هما الاسود بيعرفوا بعض، اصل انا اسد برضه. طب بجد؟ يا لهوي ده الموضوع هيبقى صعب قوي، ده احنا نقعد نطقش في بعض بقى، الصراع على السلطه. بالعكس احنا كده احسن عشان نبقى فاهمين بعض كويس ونلعب على المكشوف. يعني انا عارفه مثلا ان انت عينك على مكتبي. انا خالص ابدا ابسوليوتلي انا عيني على مكتب صادق. ايه ده؟ بتقول ده وطي صوتك كل عيش. لا انا اكيد بهزر يعني، انا اصلا مش هطول هنا كتير يعني، انا بس بجس السوق و if I like the market هفتح my own business. ايه ده هتبعنا بسرعه كده؟ لا مش بسرعه قوي يعني شويه، وبعدين بفكر ان انا اجيبك تشتغلي عندي، قصدي نعم. معايا as partners. بس تعالي ما نبعدش عن الموضوع عشان انا عايز اعرف انت كان مالك النهارده الصبح. عادي كان مودي مش حلو وخلاص. افهم من كده ان كل مره مودك ما يبقاش حلو هتعامليني بالاسلوب ده؟ اكيد لا. انت كنت زعلانه من اللي حصل امبارح؟ يعني انت عاجبك اللي زياد عمله؟ لا طبعا، بس صدقيني هو ما يقصدش. دي مش أول مرة زياد يحرجني قدام الناس، وكمان أنا طول عمري كنت عايشة في فرنسا ومامي وبابي ما عودونيش على الصلاة، بس أنا بحاول والله. إيه ده؟ tu parles français؟ آه oui bien sûr et toi؟ لا هو ده بس اللي أنا بعرف أقوله، فما تحرجنيش أكتر من كده. إيه ده؟ ده في جروب اتعمل إحنا الاتنين فيه.
هذا صادق بيعزمنا على عيد ميلاد مراته. اهو لسه عامل قدل زياده اهو. هتروح؟ بصي لو انت وزيزو هتروح انا هروح، بس غير كده انا مش هروح. هنشوف، المهم ما تزعلش مني. مش زعلان، خلاص صالحتك، بس بتعمليهاش تاني. هعملها عادي عشان والله. هو انا ليه ما قلتلهاش ان انا بكلم ندى؟ الو. ايوه حبيبتي. ايوه يا زياد. انت لسه متضايقه؟ لا خلاص والله مش متضايقه. طيب شفت المسج بتاعت صادق؟ شفتها. طيب هتعمل ايه؟ مش عارفه، لو انت عايز تروح انا اوكي، وكريم كمان قال لو احنا هنروح هيروح. طيب هقوله، بيتهيالي ما عندوش حاجه. طيب اوكي، باي. الو. اي كريم، زياد بيقولك تيجي تتغدى معانا. لا انا اللي قلت له هقولك. طيب ماشي، يلا باي. قدام كل الناس فعلا؟ اه والله. هو ابلم وما عرفش يعمل ايه، وفجأة راح واخد بعضه كده وماشي، والناس كلها قاعده. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا اسماء؟ ازيك انت؟ الحمد لله. احكي لي كريم عامل ايه معاكي؟ ادينا بنتعلم والله، كلنا هنا بنستفيد من بعض، وبعدين احنا بنتعلم منه. كريم ده قصه تانية خالص، انا في حياتي ما شفت مع كتير كده قبل كده. عامه انا اعرف زينب من زمان وشهادتها مجروحه على فكره. معرفت بقى انها لسه متجوزه قريب؟ اه طبعا، ربنا يسعدك حبيبي، ربنا يخليك. يلا ادينا بنجرب. لا خير ان شاء الله. طيب عن اذنكم يا جماعه، باي باي. باي باي يا زينب. انت خلصتي مروحه ولا ايه؟ اه خلاص، الساعه 5:30. انت لسه وراك حاجه هتعملها؟ لا انا خلصت. تروحي ازاي؟ باوبر. حد يطلب اوبر وكريم موجود؟ ينفع كده؟ خلاص اصلا الراجل وصل. انا مفيش الكلام ده، يتلغي وقتي. حرام عليك، الراجل جه. بعدين جوزك هيطمن اكتر وانت معايا، ولا تحبي نكلمه نساله؟ لا خلاص، طيب هلغي. اللي مش هيجي عيد ميلاد مراتي هيترفق. هو انا قلت لكم اللي مش هيجي عيد ميلاد مراتي هيترفق؟ خلاص 11 ونص. اسكت، ما تسيح عشان مش هقول لكل الناس. ما تنساش تجيب صاحبتك معاك. باي. طيب هروح اجيب حاجتي بقى. يلا بينا. يا اسمت، مع ان البداية ما كانتش مشجعة قوي يعني، بس عندي احساس ان احنا نبقى اصحاب. عندك حق، انا برضو في الاول كنت مقلقة منك شوية. بجد؟ ودلوقتي؟ لا لا دلوقتي تمام. تعرف زينب من زمان؟ زوزو؟ زوزو دي قصة كبيرة قوي في حياتي. ايه؟ كنتوا مرتبطين؟ اوكي، انت اسمك اسمت وقلنا ماشي، لكن تقولي لي بقى كلام زي انتوا مرتبطين وكلام الابيض واسود ده، والله مش هينفع، مش هينفع نبقى اصحاب. خلاص، كنتوا متصاحبين؟ اه كنا متصاحبين. لا وكنا بنحب بعض، كانت قصة كبيرة كده. ياه. أكيد بقى اتضايقت قوي لما قالت لك إنها اتجوزت. لا بالعكس خالص، لا ده الحوار قديم قوي يعني تاريخي، وبعدين احنا بقينا أصحاب بعديها، وبجد يا زي أختي يعني. بالعكس انبسطت قوي لما عرفت إنها اتجوزت وربنا سترها. قصدي ربنا يسعدها. زياد بيقول نروح لعيد ميلاد. طيب حلو، أم إن
عايز زيزو. يا كيمو انت فين؟ ما انتخ شوية بس عشان الخروجة بتاعت بالليل. ده ما انتخ يا معلم، ما ينفعش، ده انا جايب اكلة سمك يا ابني، ايه تستاهل بقك الغالي. مش قادر والله يا زيزو، مش قادر، تعبان. لا 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 مفيش الكلام ده. على الحرام من دينا لما جيت لاجيبك بلبوس. لا لا انجز انجز انجز. يلا مستنيك. يلا يلا يا ابني بقى خلص بدل ما اعملها معاك يلا. طب خلاص خلاص ماشي ماشي. قشطة. باحب. سلام. الله يخرب بيتك يا زيزو. امسك بقى البربوني دي. لا 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 والله مش بس. قادر حبيبي امسك قادر. عشان خاطري كل عشان خاطري انا موصي على الاكله دي من اول امبارح وقلت له ما يكلمنيش الا لما يجي له الاكل طازه، يعني الليله دي كلها انا عاملها عشانك عيب كل. عشان خاطرك بس يا زياد بس والله انا مش قادر. نعم كله انت ساكت يا حبيبتي ما بتاكليش كده. لا خلاص انا شبعت بطني على اخرها. شغل الفرافير ده، ده لسه في كابوريا. كابوريا؟ لا بقى نفسكوا بقى. كل شبه. مش ممكن يا زياد تعمل زي خالتي والله العظيم. بطني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش قادر. قلت لك بطل تفاصيل. بطني بتوجعني قوي. طب اشرب شويه شاي. لا 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 هدخل الحمام ارجع. ده اخرت بقى ايه زلط السمك بشوكو. مش ممكن. انا شاكه انه بيحب الاكل اكتر مني انا شخصيا. لا ده اكيد. انت هتقولي لي ده بيحب الاكل اكتر من اي حاجه في حياتي. حلوه اللمه دي عليك. لمه ايه؟ لمه شعرك. وشك حلو فلما بتلمي شعرك بيبان اكتر. ميرسي. ايه؟ مفيش بس بصراحه اول ما جيت مصر كنت متخيل ان هبقى لوحدي. يعني بما ان امي وابويا عايشين في ابو ظبي واخويا الله يرحمه تقريبا ماليش حد هنا. بس بصراحه انت وزياد يعني محسني ان عندي عيله. ايوه طبعا احنا اخواتك. بعدين سبحان الله على موضوع الشغل ده. ترتيب غريب بس حلو. انتوا اتصالحتوا؟ احنا ما كناش متخانقين. انا كنت زعلانه شويه وخلاص وبعدين هو كلمني صالحني. عامة يعني محدش يقدر على زعلك يعني. طب انا هقوم اطمن عليه. طيب انا اروح اخد شاور بقى عشان استعد بالليل. اوكي. حبيبتي يلا. ايه رأيك؟ شعري حلو؟ زي القمر حبيبتي. يلا بينا بقى. انت ايه اللي انت لابسه ده؟ مين ماله لبسي؟ يعني ما لقيتش غير البلوفر المدبر القديم ده تلبسه؟ معلش يا حبيبتي هو قديم بس انا بحبه شكله عاجبني، وبعدين هناك المكان ضلمه محدش شايف حاجه. ممكن يلا بقى عشان ندى وكريم مستنينا تحت واحنا كده متأخرين. طب نضف جزمتك. ماشي يا بالعربية يلا. هو احنا هنروح كلنا بعربية واحدة؟ فيها مشكلة عندك؟ لا مفيش مشكلة يعني، بس انا ندى دي مش حباها خالص. حبيبتي هو انت ما بتحبيش حد خالص؟ طب انت تعرفيها منين عشان تحبيها ولا ما تحبيهاش؟ انت شفتيها مره واحده في حياتك، وبعدين كريم نفسه انت ما كنتيش بتحبيه، ولما اتعاملت معاه قلت عليه حد لطيف وكويس وبتاع. يلا بقى يا ماما بقى خلصينا بقى. انا كنت بقول رايي يعني. طب يلا. بقول لك ايه؟ هو انت رجعتي من الشغل ازاي النهارده؟ مع كريم. مع كريم؟ ما قلتليش ليه؟ ما قلتلكش امتى، قبله ولا بعد؟ قبل او بعد او اي حاجه. انت ايه اللي فكرك؟ لا عادي بس اوبر ما بعتليش مسج زي كل مره فاستغربت فقلت اسالك. وانت اللي ضايقك اني ما قلتلكش ولا ان انا رجعت مع كريم؟ بص يا حبيبتي كريم زي اخويا وانا ما عنديش مشاكل معاه، بس الناس مش هتفهم كده. تمام يلا ماما خلصي. هما تاخروا كده ليه؟ هما تاخروا على حاجه ما بقالهمش خمس دقايق. كريم انا في حاجه مضايقاني. ايه اللي مضايقك يا ندى؟ هو ليه لما بتصل بيك مش بترد عليا؟ حتى الواتساب بتدخل وتشوف وبتعمل عندي سين وبرضه ما بتردش.
لا خالص على فكرة، أنا ما بردش عشان ببقى مشغول، وبرجع أرد عليكي أول ما بفضل، فبليز بلاش تاخدي الموضوع بشكل شخصي. نعم جدا. هاي معلش اتاخر يا جماعه عادي. انا اسف انا اسف انا اسف. ايه زيزو مره كده كده الحلاوه دي. بقول لك ايه، انا جايب لكم ازازه من الديوتي فري اللي انت بتحبها. زينب اقعدي لي مع كريم واسمك بقى وخلصي لي الموضوع ده، ظبطه لي عشان خاطر محمود الالفي روش لي دماغي وعمال يرغي. يعني وقت الكلام ده دلوقتي؟ خليني نفصل بقى شويه. افصلي يا اختي افصلي حبيبي يا مستر صادق. زف كيمو اسمك قمر تفضل حبيبي. وحشني وحشني يا زول. وحشني يا عمر. ايه يا عمر؟ لا ما تعرفش انت ندى. الو صادق مديري. الو رنوش مراتي عارفينها ولا ايه؟ زعلان. كل سنه وانتي طيبه. كل سنه طيبه. اهلا ازيك. قول لي بقى الراجل ده عامل معاك ايه؟ الراجل ده فرود يا معلم. اقول لك حاجه؟ لولا اسمك مراته انا كنت نطرتها وحطيته مكانها. يا باشا خدها. ايه ده؟ انا سمعته ده. انا سمعته صح؟ لا لا خالص يا حبيبي. مش لا لا سمعته صح. والله يا حبيبتي والله يا حبيبتي. انا بحب اكتر من اسمك مراته. يا عم يا ربنا يحبكم في بعض. ترقصي معانا ليه؟ مش قادره مهدوده. تحبيش الرقص ولا ايه؟ لا 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 بحبه. مبسوطة؟ وانت؟ مبسوطة قوي. بيبي ايه؟ اروح بس اسلم على ناس اصحابي. فين؟ هنا؟ مين بقى؟ ماشي اوكي ماشي يلا. ماشي. هي راحت فين؟ رحت تسلم على ناس حبها. بس عامله لك عمايلها النهارده. عادي يعني. لا بسألها الحمل بقى. لا قاعدة ثلاث ساعات عند كوم. بس عموما شكلكم مبسوطين مع بعض يعني. في اللطيف. في اللطيف يعني. ايه في اللطيف دي؟ اصلا كل الناس واخده بالها ان انتوا ميتين في بعض. حتى صادق قال لي كده. لا هو بس توقع مش اكتر. توقع. هو انتوا ليه بتشربوا كتير قوي كده؟ احنا مش بنشرب كتير ولا حاجة، وبعدين أنا بعرف أخلي بالي. خلي بالك إزاي بقى؟ لا بخلي بالي من الشرب، يعني ممكن كمان شوية كده مواضيع تقلب بصراحة واعترافات. ليه؟ وأنت عندك حاجة مخبية؟ كل حد فينا عنده حاجة مخبيها. أولاً ما سألتش عن كل حد، أنا بسألك عنك أنت. أكيد. وأنتِ؟ أنت مش بتقول كل واحد عنده حاجة مخبيها؟ يبقى أكيد أنا كمان عندي حاجات مخبيها. حلو ده. بس فعلاً الشرب بيخلي الواحد عايز يتكلم. ما تتكلمي. أنا أنت إيه؟